سامعین السلام علیکم، آج 19 ذی القعدہ ہے، 1 جولائی ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جناب قاری محمد مہکار رحیم بحسانوی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9627709014 پر اپنی تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم۔